وجميع الأنصار المهاجرين في سبيل الله وأهل معلى وشبيكة والمجيء وأهل البيعة والرضوان وأهل بدر والعز سين المهاجر إلى الله وجميع الأستاذ العظم وجيه المقدم محمد بن علي بعلي ورسوله وبران ثم إلى الشيخ سعيد بن عيسى حمود الحجيب محمد بن الدويلة عبد الرحمن بن محمد السجاد سيدنا عمر المحضار أبي بكر سكران دمبا بن أبي بكر العدوس بكعد من سيدنا شهاب دين الأكبر والأصغر سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وعقوب بن سالم سيدنا عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي باراس وقد الإرشاد وغد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد حي عبد الرحمن مولى عرشه حسن بن صالح البحر صالح بن عبد الله الحامد صالح بن عبد الله عطاس أبو بكر بن عبد الله عطاس محمد بن حسن عطاس وعلي بن محمد الحجي ثم إلى ركوب بن رباني والغوث الصمداني والهيكل النوراني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم الى الحبيب احمد بن زين الحجي وجعفر بن احمد الحجي ثم الى الحبيب محمد بن طاهر الحداد وعلي بن طاهر الحداد وحسين وعلي محمود بن طاهر الحداد عبد الله بن شيخ العدروس شيخ بن عبد الله العدروس عبد الباري العدروس احمد بن محمد الكاف وعلي بن عبد الله بن شهاب عبد الله شاطر ثم الى الحبيب ابو بكر بن محمد السقاف الحبيب علي هاشم الحبيب صالح بن حسين الحمد حسين بن هاجر الحمد سيدنا عبد الله الحامد ثم الى الوالد الزيمي عبد الله بن ابي بكر الكاف ثم الى روح ابائنا واجدادنا ومن انتصر بنا بحزوين او نسبنا وسهر ثم الى روح من جمعنا ها هنا بسببهم المرحوم هجي علي بن حسن ثم الى روح المرحوم حجة مرضية بنت اسفيادون ثم الى روكي زين الدين شابنا ثم الى شهيد ثم الى سمبوجا غريب ثم الى زين بن ابو بكر الجفري ثم الى المرحوم سيدي اسيا بنت ليون ثم الى سبيني ثم الى موسيم ثم الى مكري واصولهم ثم الى جايدي بن عبد الله قدمي وأصولهم وفروعهم وآباءنا وأجدادنا ومن انتصر بنا بحسبنا ونسبنا وسيرنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ويدخلهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويخلف على أولادهم وبناتهم بالخلف الصالح ويبارك الأولاد والبنات والأصفاد والأحفاد ربنا يصلح أعمالهم ربنا يصلح أخلاقهم ربنا يبارك فيهم ويرزقنا واياكم ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ودعاء مستجاب ورزقا حلالا واسعا وان الله يبارك المسالفين واهله واولاده وبناته كلهم ربنا يصلح احوالهم ان شاء الله على هذه النية وعلى كل صالحه جامعه شامله كسرات الدنيا والاخره الفاتحه وياسين والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا بعناقهم أغلالا وهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتقى الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين
كذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى سأركم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما Bye.
ووالدينا
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Yeah.
محمد وآله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bye.
Oh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبرز من خطر امتنان ما يعدي ومسي لسان ويعاوي دع كل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما بلى وجود الخلق النور.
محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي مشكورا وفعلي محمودا وأن يكتب عملك الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والجلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تخط الرحال فتغشى بالقرب وطاق ظافرا. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلى وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم جادك في عبادك وساكت إرشادك لأهل مجادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخلوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرته بجرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين آيتك وأن تحفظنا في جميع أكوابنا وتقربتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى ذا الحبيب وإلى ذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أسماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستجمعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نكر هذا الحبيب ووزره وولاه وضاره وعم ببركاته وشريف هذه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمين.
المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأتم راية الدين القويم في جميع القاهرة والنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وشورة. واكشف اللهم كربة المكفوفين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المبتدين والظالمين، وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأطراف، وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحج الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحج الحزين من جميع البلايا، واجعلنا من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير اجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب، وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب، واخر دعوانا والسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yeah.
yang kita nanti bawa pulang bisa diingat dan mendapatkan satu syafaat dan barakah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saya persilahkan kepada Habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. أعطاك الجمال
الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى على النبي وسلام عليه.
كم لا